ما أطرف موقف وقع معك في الرؤى؟ والله هي كثيرة لا أذكرها، لكن لا أذكر كموقف في الرؤى والأحلام، إلا أني سأذكر موقفا وقع معي. طيب، الموقف الذي وقع معي كان أنذاك عمري 17 سنة، كان عمري أنذاك 17 سنة، كنت ما زلت في يعني في الثانوية العامة ومتخصص شرعي، كان علمي أدبي شرعي، فكنت أنا ممن تخصص في العلو في الثانوية العامة في قسم الشريعة، وكنت أنذاك 17 سنة. فالموقف الذي حصل معي الطريف أني كنت يعني المنطقة، أهل المنطقة جزاهم الله خير، بنوا مسجدا كبيرا، فقال يا شيخ نريد منك أن تخطب جمعة فيه، وكان له إمام، لكن الإمام كان كبير في السن كما هو معلوم يعني للأسف. فكنت أنا أول يعني في منطقتي أول طالب شرعي في الثانوية العامة، ثم درست جامعة في تخصص القراءات إلى النهاية، والله لله الحمد والمنة. فالمهم كنت أنا أول من تخصص، ولله الحمد كان والدي أنعم علي بفضل الله بمكتبة كبيرة يعني درجة كبيرة جدا، وكنت أستفيد منها في رغم صغر سني. فقلت خطبة الجمعة عندي، أنا سأخطب الجمعة. للأسف ماذا وقع؟ أني عندما أذن الإمام لصلاة الجمعة والمسجد كبير، فصعدت على المنبر فقلت طبعا معروف السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام. فنظرت وإذ كم هائل مصلي ألوف يجلسون أمامي، وأنا ما تعود أول مرة أرقى منبر في حياتي. فقلنا لا عليك وسيم، صبر نفسك، ما هي إلا نصف ساعة وتقضى، استعن بالله، استغفر، أكثر استغفار، لا تنظر للعدد، انظر إلى السماء. فصعدت المنبر بعدما صعدت وقلت إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنظرت إلى الناس كلهم ينظرون لي، فوقعت مغشيا علي. طبعا الناس تنظر ما للشيخ، فجأة وقع على الأرض، مو مستوعبة، الناس لم تستوعب ماذا وقع. فبقوا الناس ربما أكثر من دقيقة أو دقيقتين وهم جلوس هكذا، لعله سيقوم لعله سيقوم، وأنا كنت في غيبوبة. فما وعيت إلا والإمام يقرأ بهم، خرج رجل عجوز فخطب بهم خطبة لا تتجاوز 3 دقائق، ثم نزل فأم بهم، وكنت ما زلت في غيبوبتي. هذا صراحة أكثر موقف وقع معي إحراجا، إلى الآن عندما أذهب لتلك القرية يقول يا شيخ عسى إن شاء الله تعرف تخطب جمعة الآن، فالله المستعان. فكما قال عثمان بن عفان شيبتني المنابر. التلفاز سهل أن تجلس خلف كاميرا 2 3 4، هذه سهلة تتكلم براحتك، لكن عندما تقف على قدميك وتنظر إلى الناس كلها تنظر إليك، ويعني المنبر له ليس له إلا الرجال. نعم، من معي؟ معي مكالمة؟ طيب نعم.